قصة الموز في تركيا أصبحت قضية ما بين السوريين والأتراك، وانتشرت مقاطع عديدة على التيك توك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. هل القضاء التركي سيعاقب كل من نشر حول هذا الموضوع؟ ما الذي يحصل في تركيا بالنسبة لموضوع الموز؟ خلينا نحكي بهذا الفيديو في أمر جدا هام. وفي نصيحة يا أخواني حابب أوجهها لأخوتي وأهلي السوريين. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قصة الموز يا أخواني بتركيا، ظهرت امرأة تركية وعبرت عن رأيها وقالت أنه نحن ما عم نقدر نشتري موز. تمام، هي حرة برأيها وكل شخص هو حر بالتعبير عن رأيه، هي بلدهم يا أخواني وهن حرين كيف ما بدهم يشوفوا الأمور بمنظورهم، هن أحرار بغض النظر إذا كان هذا الموضوع هو إساءة أو غير إساءة. عبرت عن رأيها، ولكن تمام، بعد ما عبرت عن رأيها خرجوا بعض الأشخاص وصاروا يعملوا مقاطع ساخرة كتير حول هاي المواضيع. تمام، ولكن كبرت القصة عن حدها، يعني صارت مثلا صار في فيديوهات مثلا موجود فيها موز وعلم تركي، يعني هن شافوا العلم التركي، العلم التركي بالنسبة لهم موضوع كبير. لما بتحطوا مثلا اللي عم يحط علم تركيا ويعمل فيديو اكيد هو مو قاصد تركيا، مثلا قاصد انه بلاد تركيا او الاتراك، ولكن هذا الموضوع كبر يا اخواني وتحول لفتنة من خلال مقاطع انتشرت اكثر شيء على التيك توك. بدأ طبعا الشعب التركي يشعر بهذا الموضوع، وهذا الشيء غضب وهذا الشيء عيب يا اخواني، يعني هذا الشيء بيسبب غضب ما بين الناس وهذا الشيء بيسبب فتنة، وهذا الشيء فعليا عيب. اوكي، طلعت المرأة عطت رأيها، تمام، اطلع انت اعطي رأيك، قول انه نحن والله مثلا بنشتغل بنتعب كذا، اعطي رأيك، ما حدا بيمسكك انك انت تعطي رأيك، انت بتركيا فيك تعطي رأيك براحتك، ولكن انه ينقلب الموضوع الى سخرية والى فتنة، طبعا هذا الموضوع ما حدا بيرضى فيه، حتى الاشخاص اللي عملت هيك فيديوهات اكيد ما بترضى ولا قصدها فتنة. هلا في ناس عملت فيديوهات غاية التسلي والمزاح والضحك، ناس عملت فيديوهات غاية المشاهدات، وفي كل مين سبحان الله كل واحد على هوانيته، احنا ما فينا ندخل على قلوب الناس ونعرف الناس شو نيتهم يا اخواني، بجوز عملوا الفيديوهات عن نية طيبة، ولكن هل الحكومة بتقدر تحاسب على هذا الموضوع؟ طبعا اخواني اذا كان في سخرية على تركيا او على الشعب التركي اكيد الحكومة التركية بتقدر تعاقب هدول الناس. والرسالة اللي بدي اوصلها يا اخواني ان احنا كلياتنا سوريين، نحن هون كلياتنا ضيوف، فما في داعي انه نتعرض لهالامور بالاضافة للفتنة اللي بدها تصير. يعني اليوم التيك توك يا اخواني فيه اتراك وفيه سوريين، فلما بفوتوا الاتراك على التيك توك بشوفوا انه مثلا اغلب الناس عم تحكي عن موضوع الموز، فراح يصيروا يسالوا، بعدين راح يعرفوا انه هدول السوريين مثلا والله عم ينزلوا فيديوهات ويتمسخروا مشان الموز. هذا الشيء راح ياثر على الكل يا اخواني الموجودين بتركيا، يعني وين ما راحوا السوريين اذا كان في شويه احترام راح يفقدوا احترامهم، يعني ما عاد حدا يحترمهم ولا عاد حدا يقدرهم، واذا في ناس طيبين ومحترمين نحن عم نخسرهم بهي الطريقه. حقك تطلع تعطي رايك، حقك تطلع تقول انه نحن مثلا عم نواجه احيانا عنصريه، انه نحن مثلا عم نشتغل مع عم ناخذ معاشات، عم ندفع ضرائب، هذا كله بامكانك تحكيه، ولكن موضوع الفتنه يا اخواني موضوع صعب وموضوع كبير، والفتنه اشد من القتل، فخلينا نكون واعيين اكثر من هيك رجاء، وبدعي الجميع انه يعملوا فيديوهات تصلح هاي المواقف، يعني يعملوا فيديوهات تآخي ما بين السوريين والاتراك، يشكروا الاتراك لانه استقبلونا، يعملوا فيديوهات شكر، احسن ما الواحد يطلع يعمل فيديوهات مسخره، يطلع يعمل فيديوهات شكر يا اخواني، ليألف ما بين الاتراك والسوريين بين بعضهم، يعني يعمل فيديو أخوة، يعمل فيديو للتآخي، يعني ليقرب الأتراك والسوريين من بعضهم، مو ليزيد العنصرية أو يزيد الفتنة ما بين الأتراك والسوريين. بما أنه كتير انحكى عن موضوع الموز وانتشر صار ترند بتركيا، حبيت أطلع أعمل هذا الفيديو يا أخواني لعل مثلا نوصل رسالة خير ورسالة حلوة للجميع. تحياتي إلى الشعب السوري وإلى الشعب التركي، نحن كلياتنا أهل وأخوة يا أخواني، بعدين كلياتنا مسلمين، رب العالمين لما بده حاسبنا رح يسألك انت من وين، ولا انت رح يسألك شو دينك ومين بتعبد وشو ترتيبك وشو كتابك، هذا اللي رح ننسأل عليه، ما رح ننسأل انه انت من وين ولا من، فنحن كلياتنا مسلمين ونحن ضيوف يا اخواني على هاي البلد، خلينا نحترم البلد اللي نحن مقيمين فيها. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.